هلا والله حبيبي، مساك الله بالخير، الله يعطيك العافية. لا هذا شو اسمه الصفحة، شو القصد منها؟ شو الأشياء المهمة فيها تتوقع؟ دي أول واحدة فيها تقريبا تعريف السنسر، وتعريف السنسر مر علينا 20 مرة. وين موجود هذا تعريف السنسر؟ السنسر هي أول واحدة. What are IoT sensors؟ زين هني يقول لنا أن السنسرز هو عبارة عن، بحكم تعريفه إنه مستشعر إنترنت الأشياء، هو جهاز متصل مسؤول عن التقاط البيانات في الوقت الفعلي وترجمتها وتنسيقها بطريقة تجعل البيانات مفهومة بواسطة الأجهزة الأخرى. إذا تحدثنا عن طبيعة المستشعر فهو يستقبل المنبهات الخارجية على سبيل المثال درجة الحرارة. أهم شيء في ذي الصفحة نشوفه أن السنسر باكبون أوف آي أو تي سوليوشن. هي طيب؟ هذا هو الخط العريض تحت الخط العريض الكبير. هذا أيوة IoT sensor the backbone of IoT. ايوه السنسر هو الباك بون حق الاي او تي، يعني اللي هو العمود الفقري حق الاي او تي شباب. هذا اهم شيء اتوقع فيه. هذا اهم شيء. زين في تحت خلاف الاعتقاد السامد فان مفهوم المستشعرات من انترنت الاشياء ليس جديدا من الناحيه التاريخيه. قمنا بتطوير تقنيات مماثلة لغرض جمع البيانات التناظرية وتحويلها إلى أصول بيانات رقمية. إنه ممتع أليس كذلك؟ زين هنا أيضا الهواء يقول الرادار. زين رادار اللي هو على سبيل المثال يولد وينقل موجهات الراديو ويستمع إلى الانعكاسات التي يتم توجيهها إلى جهاز إلكتروني للمعالجة إن تم اكتشافه. ومن المثير للاهتمام أن كلمة رادار هي اختصار لاتجاه الراديو والمدى. الله أكبر الله أكبر. طيب نكمل هنا أيضا اللي هو المعلومة الجديدة باختصار. أتاح ابتكار إنترنت الأشياء توصيل الأشياء اليومية بالإنترنت من المنازل والمباني المكتبية إلى وحدات التصنيع والمدن. يبدو أن جميعها تستخدم تقنية إنترنت الأشياء لتعديل البيانات وتحليلها لأغراض مختلفة. واضح؟ إذن ما الفوائد التي تجلبها مستشعرات إنترنت الأشياء إلى الطاولة؟ دعنا نكتشف. زين بالنسبة للمبتدئين يتم استخدامها لجمع البيانات في مختلف المجالات الصناعية مثل الرعاية التمريضية واللوجستية وإدارة سلسلة التوريد والسياحة والوقاية من الكوارث. زين هني شنو حبيب الأشياء المهمة؟ هم مثلا يقول لك أعلى اللي هو السنسرز اللي نستخدمهم أتوقع، صح؟ أكثر اللي هو أهم 22 سنسر موجودين استخدمهم. ليس هناك شك في أن البيانات هي الزيت الجديد، وتوفر مستشارات إنترنت الأشياء طريقة مثلى لتعديلها واستخدامها لصالحنا. السؤال التالي هو كم عدد أنواع المستشارات المستخدمة حتى اليوم؟ هل هناك أمثلة مشهورة لاستخدامها؟ دعنا نكتشف. زين هذه أهمها types of sensors، هذه السنسرز المشهورة يعني. هنا طبعا نتكلم عنهم واحدة واحدة، مثلا هنا مستشعر الحرارة تمبرشر اللي هو تمبرشر السنسر مال الحرارة. يقول لك اللي يستخدم في ريفريجيتر وإير دوك كونديشنر. في أول سطرين فك في مجسمات درجة الحرارة، وليس من الصعب التفكير في الثلاجات ومكيفات الهواء. هذا قصدك أنت، الثلاجات ومكيفات الهواء. ريفريجيترز الثلاجة والكوندينيشرز اللي هو المكيفات ومكيفات الهواء والأجهزة المماثلة. مع ظهور إنترنت الأشياء
وجدت هذه المستشعرات مكانا في صناعة مختلفة في الواقع، يعتبرون أكثر أجهزة الاستشعار أساسية في النظام البيئي. زين هني أيضا هذه نركز عليه الفيتشرز ما نركز عليه صح؟ الفيتشر من إذا قريتها بتتعب. إيه إذا هسم نركز عليه اليوزنج. اليوز اللي هو يوز. والله أنا شفت اليوز كيس فيه تشابهات كثير يعني. ذا يستر شوف لك شغلة مميزة مميزة بس و. وإذا كلهم ما راح تجمع شيء. من توليد الطاقة الكهربائية ومراقبة الفرن والتحكم فيه إلى محركات الطائرات ومعالجة الأطعمة والمشروبات، تستخدم مستشعرات درجة الحرارة في تطبيقات مختلفة. تستخدم هذه المستشعرات أو تستخدم هذه المستشعرات على نطاق واسع في موازين الحرارة الإلكترونية. تعمل مستشعرات الأشعة تحت الحمراء بشكل أفضل من مع المواد الصلبة والسوائل، لا يتم استخدامها على الغازات بسبب طبيعتها الشفافة. زين هني مجسمات القرب اسمها ذي شو اسمه أجسام غريبة يعني ما إذا في جسمه تحديد أي حق الجسم البعد بعد الأجسام بروكسيمتلي اللي هو بعد الأجسام بروكسيمتلي. زين الآن خلنا نشوف اللي هو الاستخدام. يشيع استخدامها في العديد من تطبيقات إنترنت الأشياء. تستخدم مستشعرات القلب لاكتشاف وجود كائنات قريبة عشان أنها تكتشف إذا في كائنات قريبة أو شيء دون إجراء أي اتصال جسدي. يفعلون ذلك عن طريق إصدار إشعاع مجالي كهرومغناطيسي فقط بحثا عن التغييرات في المنطقة المحيطة. زين هني يقول على الرغم من أنه غالبا ما يتم الخلط بينه وبين مستشعرات الحركة إلا أنهما ليس نفس الشيء. يستخدم مستشعر القرب فقط لقياس المسافة مسافة أحد الأمثلة PIR من الجسم. يعد مستشعر الأشعة تحت الحمراء الشائع. زين خلنا نشوف الآن اللي هو بالنسبة حق اليوزنز. والله كثيرة ذي. تعتبر مستشعرات القلب مثالية لصناعة البيع بالتجزئة لأنها يمكن أن تكتشف الحركة والارتباط بين العميل والمنتجات التي قد تكون مهمة مهتمة بها. زين لا خلنا نشوف ترجمه حين تخربط. تعتبر أكثر موثوقية مستشعرات الأشعة تحت الحمراء وتستخدم التصنيع وأنظمة تجنب العوائق. مشكلة الغرب العربي أصلا أهم شيء فيها الأخيرة دي الموبايل تاش استخدامها في وآبل هي اللي اكتشفتها ومن استخدامها والأخيرة عندك هين اللي بتقرأها دي. الغرب هذا هي موبايل مالتي تاش ديزابلز زين بروباليزيدد اللي هو باي أبلز آيفون is the most common example of conversion sensors. تعد شاشات اللمس المتعددة المحمولة زين التي اشتهرت من خلال المثال الأكثر شيوعا لأجهزة الاستشعار أبل مثلا من آيفون أجهزة السعة. زين خلنا نشوف احنا شلون آيفون استخدموها ما عرفونا حقيقة شلون استخدموها الآيفون التاش هو مكاتب ايش يعني مالتي تاش ديسبلي حق الشاشة عشان نسوي اكثر من لمس يعني ولا شو ممكن حق اللمس وشغلات اكتب روكسوميتلي ذا ان موبايل او ان هذا اكتب ايفون شو مال شو نستخدم ايفون ايه هنا مستشعر عزيف اي عشان اذا قربت اللي هو اذنك مباشرة يقلب الصوت في اذنك شكله اي تحول او خلاص يفصل شكلها كذي. زين حلو يا شباب خلنا نشوف الان نكمل. هنا عندنا اجهزة استشعار الصوتي والضوضاء زين اللي هو شنو اسمهم ذيلي انجليزي 3
acoustic and noise sensors. Acoustics and noise. طيب خلينا نشوف الآن. تلتقط أجهزة الاستشعار هذه مستويات الضوضاء المنبعثة ضمن نطاق الأجهزة المتصلة. تقوم مستشعرات الصوت والضوضاء بتحليل الصوت المحيط باستخدام ميكروفون مدمج، إنها تسمح لك بتتبع مستويات الصوت وإنشاء تقارير على النتائج. زين. طيب ممتاز. إذا هذا حق الصوت. وين تستخدم ذي؟ يتم استخدامها في الإلكترونيات الاستهلاكية مثل أنظمة الموسيقى وأجهزة الإنذار ضد السرقة والهواتف. زين. تلعب مستشعرات الضوضاء دورا مهما في أتمة المنزل من خلال اكتشاف الصفير أو التصفيق لتشغيل وإطفاء الأنوار في المنزل. هذا أهم ميزة شو؟ يعني ممكن ذي أنا تقدر تستخدم هذا حق ذي تحكم في طفي اللمبات أمازون طفي اللمبات اسمها هي ليكسا مدري أكوستيك حق أمازون ليكسا مدري الجهاز مو عرفت نسيت اسم في بعد حتى ملت أبل ذي سيري زين سيري حق اللي الجوال أكوستيك and noise sensors. زين هني خلينا نشوف اللي هو humidity sensor مجسمات اللي هو أو حساسات الرطوبة humidity sensors humidity sensor. زين بالنسبة حقها تستخدم هذه المستشعرات لتتبع الرطوبة نسبة الرطوبة في الهواء أو النسبة المئوية لبخار الماء أو الغازات الأخرى الموجودة في الهواء. زين الآن خلينا نشوف اللي هو طيب قادم ما تستخدم مستشعرات الرطوبة في المصانع لتجنب التكثيف على الأرض. تتيح المستشعرات المراقبة في الوقت الفعلي لأنظمة HVAC في المصنع، وبالتالي تسمح بالاستجابة السريعة للتغيرات في مستويات الرطوبة، كما أنها مفيدة للكشف عن التغيرات الكيميائية في الهواء وبالتالي منع المخاطر الصحية في الوحدات الصناعية. تساعد مستشعرات الرطوبة أيضا محطات الطقس في التنبؤ الصحيح. جميل. في شيء مهم هنا image sensors. شنو هذا image sensor؟ الصورة حساس الصورة. أهم شيء فيه إنه يسمى optical. معروف optical sensor اسمه الثاني. Optical sensor. تعرف أيضا باسم أجهزة الاستشعارات البصرية اللي قال لكم عنها حبيب الآن Optical Sensors. زين يتم تضمين هذه الأجهزة الذكية المتصلة في أنظمة لالتقاط الصور وتحويلها إلى إشارات رقمية يمكن نقلها عبر الشبكة. زين طيب تستخدم مستشعرات الصور في الروبوتات. اي في الروبوتات تستخدم هذه والدرون والدرون مميزه لانه ما تكررت كثير ذي تعتبر ميزه ان اليوز كلها في المصانع وفي ما ادري شنو وميديكال. اها فهني تستخدم اللي هو في الروبوتات والطائرات بدون طيار اللي هو درونز. زين أيضا والإضاءة المتصلة ومسح الباركود وأنظمة الكاميرات الرقمية. زين يمكن بعد ذلك استخدامها كأدوات للمراقبة الصناعية والمراقبة الأمنية والزراعة الذكية وأغراض التطوير الطبي. المشكلة البعوض بدأ يزيد يا مؤمن. يلا صلاة نمشي آخر واحد. يلا خلنا نمشي نروح نصلي بعد الصلاة. شو السوالف يقول لهم رشوا بتجيبوا الأمير أنت وهي. يتم استخدامها في المركبات الذكية. هذا ويش اللي يتم استخدامها أيضا؟ نفس الإيمج ولا؟ نفس الإيمج أيضا استخدامها في المركبات الذكية. زين نفس الإيمج يتم استخدامها.
زين يتم استخدامها في المركبات الذكية ومعدات الرؤية الليلية، الرؤية الليلية والمعدات العسكرية والرادار وأجهزة القياسات الحيوية في المصانع والمكاتب التكنولوجية للاستخدام الصناعي والمرافق. زين اتوقع انه الطيران. طيب وفي البريس شور سنسرز، شو اسمه ذي البريس شور؟ ها؟ شلون بريشر؟ ايه بريشر هذه ها؟ البريشر سنسرز اسف اللي هو حساسات اللي هو الضغط. زين خلنا نقرا عنها. هذه هي الأجهزة المتصلة التي تقيس مقدار القوة اللازمة لمنع السائل أو السائل أو الغازي زين من التمدد. إنها من بين أكثر أجهزة استشعار إنترنت الأشياء شيوعا للتطبيقات الصناعية. استخدم هذا حبيب. زين في البلدان في كل مكان تعتمد البنية التحتية للغاز والطاقة اعتمادا كبيرا على هذه المستشعرات لتتبع ضغط النظام واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أي تقلبات. تستخدم مستشعرات الضغط أيضا للتحقق من أي تسرب للمياه في البنية في مباني السكنية والتجارية. واضح. هذا ايش يا حبيب؟ في عندك حساسات اسمها حساسات الحساسات المغناطيسية magnetic اللي هو sensors magnetic sensors. زين شنو هذا يا حبيب؟ اقرأ البداية حقتها. من المثير للاهتمام انهم يسيرون على خطوط المستشارات القرب. زين 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 يكتشفون وجود الاجسام عن طريق اصدار اشعاع كهرومغناطيسي. تكتشف المستشعرات المغناطيسية التغيرات في تدفق وقوة واتجاه المجال المغناطيسي. زين تروح المسجد؟ والله ما ادري بروح داخل اسرع. يعني تستخدم مستشعرات القرب في متاجر للبيع بالتجزئة والمتاحف. يستخدمونها في البيع والمتاحف واللي هو أماكن وقوف السيارات والمطارات ومراكز التسوق والصناعات والأنظمة العسكرية والدفاعية. يتم استخدامها في المركبات ذاتية القيادة وأنظمة وقوف السيارات الآلية وإنذارات الأمان وأنظمة مكافحة السرقة وأنظمة تتبع المواقع. حلو. يستخدمونها هنا أيضا. عندنا طورت اللي هو كروكس اللي هو أجهزة استشعار مغناطيسية عالية الحساسية ومنخفضة الطاقة. هذه لها وظائف تصميم محددة تعتمد على التطبيق مع التحمل للتشغيل في درجات الحرارة العالية والتردد العالي. عندنا أيضا الموشن سنسورز اللي هو حساس الحركة. أيوة حساس الحركة. تكتشف هذه المستشعرات الحركات داخل نصف قطر معين من المنطقة المجاورة وبالتالي ترسل تنبيهات حول وجود شخص ما أو شيء ما. واضح. أجهزة استشعار الحركة شائعة في تطبيقات الأمان. يستخدمها أصحاب المنازل والمباني التجارية في مشغلات الكاميرا وأنظمة مراقبة البوابة لاكتشاف أي نشاط غير عادي يمكن أن يشير إلى وجود متسلل. زين يا حبيب. زين بالـ IR quality sensors
اللي هو حساس جودة الهواء. زين شو اسمه بقصته، يكتشفون الاختلافات في جودة الهواء بسبب وجود المواد الكيميائية والغازات والجزيئات المعلقة. إنها مفيدة للكشف عن الغازات السامة أو القابلة للاحتراق. شايف ذا الحاجي؟ تمام. طيب انت تستخدم، خلنا نشوف، تستخدم مستشارات جودة الهواء في الصناعات لرصد الغازات السامة أو القابلة للاحتراق. انت كيف بجلس هنا يا حبيبي؟ استعطيني الشنطة فضلا. بس بجلس هنا شكري. طيب الآن تستخدم مستشارات جودة الهواء في صناعة رصد الغازات السامة أو القابلة للاحتراق ومراقبة جودة الهواء في المدينة وأثناء تصنيع المطاط والبلاستيك والطلاء. زين نشوف أيضا، كما أنها تساعد في تجنب الحوادث من خلال الكشف عن الغازات الخطرة في مناجم الفحم. زين يستخدمونها عشان يكتشفون إذا في غاز في اللي هو منجم الفحم، فاستخدامهم مهم. والبحوث المختبرية الكيميائية والنفط والغاز واللي هو الصناعات الدوائية. نقعد نتكلم عن اللي هو جودة الهواء. زين اللي هو يوفر امبلت ويذر جهاز مراقبة للجزيئات الخارجية لاستخدام المنزلي والمكتبي وتنبيه من ارتفاع مستويات الملوثات في المنطقة. Ambient weather offers an. طيب نشوف اللي بعدها، أجهزة قياس التسارع. Accelerometers. Accelerometer. زين نشوف نقرأ عنها. تستخدم هذه المستشارات لالتقاط التسارع غير الجاذبي أو غير الجاذبي لجسم ما، والذي بدوره يتيح قياس ميله واهتزازه. مقياس التسارع هو جهاز مضغوط يقيس الاهتزازات في الجسم المدمج به. واضح. تستخدم مقاييس التسارع بشكل متكرر في السياقات الصناعية، حيث تقيس ما إذا كانت الآلات تعمل بشكل صحيح من خلال تتبع اهتزازاتها. زين جودة المياه، Water Quality Sensors. زين هذه الأدوات مفيدة في الحفاظ على نقاء الماء. إنهم يقيسونها على بناء على عوامل مثل التوصيلية ومستويات الأكسجين المذاب ودرجة الحموضة ودرجة الحرارة والعكارة والبلوحة. تساعد هذه المستشعرات في الحفاظ على البيئة والحفاظ على الصحة العامة. تستخدم مستشعرات جودة المياه في حمامات السباحة والخزانات العلوية، مستشعرات الكلور المتبقي، كما أنها تستخدم لقياس جودة الأنهار والجداول على نطاق واسع ومياه الصرف الصحي، وقياس النفايات السائلة في المياه. مجسمات التعكر توفر فيرمر أجهزة استشعار ORP للتحكم في جودة المياه في حمامات السباحة. زين الجيو سكوبات، جيروسكوبس. زين هذي شنو؟ ما أدري والله، أول مرة أسمع به. هذا هو الجيروسكوب. زين
خلينا نشوف شنو الشغلة ذي. جاي بسمسة جايروسكوب. تستخدم مستشعرات الجايروسكوب لالتقاط بيانات حول اتجاه الكائن في الفضاء ثلاثي الأبعاد. زين تعرف أيضا باسم مستشعرات السرعة الزاوية. زين أو مستشعرات معدل الزاوية. يستخدم مبدأ الجيروسكوب جاذبية الأرض لتتبع الحركة الزاوية لجسم ما. زين جيروسكوب سنسرز are used to capture data about an object. جنزيتن زين in three-dimensional space. They are also known as angular. زين عموما نفعبها الشكل. لذلك لذلك لبناء جيروسكوب يتم تثبيت قرص يدور بحرية يعرف باسم الدوار على محور دوران في مركز عجلة أكثر ثباتا. أثناء دوران المحور يظل الجزء المتحرك ثابتا مما يشير إلى اتجاه إلى الأسفل. تعتبر مستشعرات الجيروسكوب ضرورية لأنظمة السيارات الحديثة، فهي لا تسهل فقط التنقل في السيارة بشكل أفضل، بل يمكنها أيضا اكتشاف الانزلاق والاستجابة للفرملة الآلية. أيضا إذا من خلال الجيروسكوب يمدينا أن احنا نكتشف اللي هو الانزلاق السيارة من ثم مباشرة نشغل اللي هو مانع الانزلاق. زين الفرملة الآلية سنة. Gyroscope sensors are essential to modern automotive systems. Not only do they facilitate better car navigation, but they can also detect skidding and respond with automated braking. زين جميل. كما أنها تحظى بشعبية في تصميم الألعاب المحمولة وتسمح للهاتف باكتشاف ما إذا كانت اللعبة في الوضع الرأسي أو الأفقي. أيضا تستخدم عشان هو في الجوال عشان يعرف أنك تلعب أفقي ولا عمودي. هذا اسمه جيروسكوب. زين في موبايل جيم ديزاين الله عفون. طيب خلينا نشوف الآن أيضا عن من الليفل سنسرز اللي هو حساسات المستوى أو مستشعر المستوى. ما أدري شو قصدنا. تستخدم هذه الأجهزة لقياس المستوى سائل أو أي مادة أخرى في نظام مفتوح أو مغلق. إنها تساعد الشركات في مراقبة مستويات العناصر في التخزين أو أنظمة النقل وقياسها والحفاظ عليها. تستخدم مستشعرات المستوى في الغالب لقياس الوقود في المركبات الكبيرة ومراقبة مستوى سطح البحر لحساب مستويات المد والجزر وإصدار تحذيرات تسونامي، كما أنها تستخدم في خزانات المياه والمعدات الطبية والخزانات الهيدروليكية والمشروبات والمعالجة الصيدلانية. طيب تنتج شركة مايشون مستشعرات من المستوى الصناعي المساعد الشركات في الحفاظ على مستويات المثلى في السوائل القاسية. عندنا هنا اللي هو مجسمات التدفق والغاز فلو اند غاز اللي هو سنسرز. أنا أقرأ بسرعة لأن الآن محاضرة عندنا. قالوا أنه تستخدم مستشعرات الغاز في صناعات التصنيع والصحة والنفط والغاز للكشف عن تركيز الغاز في المختلفة في الهواء بما في ذلك غازات الاحتباس الحراري والسموم. إنها تشبه مستشعرات التدفق التي تستخدم معدل تدفق مانع متحرك سائل أو غاز ومائع يمكننا. زين
تقوم وحدات التصنيع بتركيب المستشعرات الغاز لمراقبة جودة الهواء الداخلي والكشف عن وجود أي شيء سام أو قابل للاحتراق، وبالتالي توفير أمان أفضل في مكان العمل. لتحسين إدفاق يمكن أيضا دمج هذه المستشعرات في بناء أنظمة جودة الهواء وضمان راحة أفضل لشاغلي المبنى. غالبا ما تستخدم مستشعرات التدفق في التطبيقات الطبية مثل موزعات الأكسجين. زين، اللي هو المحسسات الكيميائية كيميكال اللي هو السنسرز. زين، سحق الأذرية يتم استخدامها للكشف عن التغيرات في التركيب الكيميائي للسوائل والغازات. تستخدم أجهزة الاستشعار الكيميائية على نطاق واسع للتحكم في التلوث في أماكن تجدون بالحوادث. تستخدم المستشعرات الكيميائية في التحكم في العمليات عبر مجموعة واسعة من الصناعات مثل أنظمة الإنذار الدوائية والسيارات والمنزل والمكاتب. إنها تساعد في الحفاظ على فحص الإطلاق العرضي للمواد الكيميائية الضارة في وحدات التصنيع والمختبرات والمصانع. زين، حتى أنها تكشف عن المواد المتفجرة والمشعة، ويمكن استخدامها في عمليات إعادة التدوير في محطة الفضاء والصناعة الدولية والمختبرات وما إلى ذلك. زين، أنتوناري نارب هي شركة رائدة في مجال مجسمات إنترنت الأشياء للحفاظ على نقاء المواد. اللي هو مستشعرات الأشعة تحت الحمراء infrared sensors. تعد مستشعرات الأشعة تحت الحمراء بديلا فعالا من حيث التكلفة لأجهزة استشعار الحركة. تصدر جميع الأجسام قدرا من الإشعاع الحراري، وهو ما تستطيع هذه المستشعرات اكتشافه والتفاعل معه. زين، وعندنا حساس المطر زي ما راح نقرأ عن هذه الأجهزة المفيدة لاكتشاف المطر. استخدمها وحدات إرسال الأشعار تستقبل أكثر من استخدامها بشدة. طيب، خلنا نشوف. زين، أيضا عندنا اللي هو الأوبشن أوبتيكال سنسرز. زين، مجسمات البصرية. زين، عندنا سموك سنسرز، وعندنا لايت سنسرز، وعندنا LDR سنسرز أور لايت ديبندنت ريسيرش ريت. طيب، هنشوف اسم ترجمة تذي. مستشعرات LDR أو مقاومات تعتمد على الضوء. زين، تعرف هذه الأدوات باسم مقاومات الضوء، وتعمل عن طريق الكشف عن شدة الضوء. تعمل هذه المستشعرات على مبدأ الموصولية الضوئية. على الله، عموما اللي هو آخر مستشعر الكحول اللي أنا تكلمت عنه مسبقا. يعطيكم الصحة والعافية، شكرا جزيلا لكم.